السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء. كنتواجدوا حاليا في الباركوي. الباركوي اخواني اخواتي شدوا الرباط وما يقسموه منطقة الوداية وجايين حتى لعند القنطرة الحسنية هذاك تما هو المنطقة ديال المارينا، ومن القنطرة مشات لينا حتى البرج محمد السادس ودوك النواحي ويصال. وهذه المنطقة باركوي كما كتشوفوا، وكاين عندنا عكريش. كراشي اخواني اخواتي في المخطط ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون فيها عمارات فاخره في البرنامج، ويكون فيها ثاني اكبر مسجد من بعد المسجد ديال الحسن الثاني بمدينه الدار البيضاء، وغادي يكونوا فيها فيلات وغيكون فيها واحد المنتجعات سياحيه رائعه ممتازه. هنايا اخواني اخواتي الطريق قالت لهم واحد القنت من عند بوسلهام، تما كاينه ليكيب ديال لي كومباكتاج وغادي تجي لينا حتى لهاد البلاصه. كاين عندنا اولين هادو غنشوفوهم فين غيديروهم واحد. هنايا كاين عندنا الرومبو اللي غطلع لينا ان شاء الله الرحمن الرحيم السلة الجديدة عبر البريبري، وكاين عندنا هنايا المظهر. اذا عرفتوا راسكم فين كاينين، هاد الطريق تبعتوها معنا من النهار الاول وحنا غاديين معاكم خطوة بخطوة. اللي باقي لينا هنايا، باقي لينا هنايا واحد كانيفونا كبير، ضالو كبير خدامين فيه، وغادي نشوفوا هاد اللعيبات غيدوا هو فين شنو غيديروا به فين غيحطوه. جوج وغادي نشوفوا شي حوايج من لهيه، غنخرجوا عند ليكيب ديال الفوسيات من الجنب نشوفهم كيفاش خدموهم، وغادي نطلعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نمشيو لكم نشوفوا اشنو كاين حاجه بحاجه. متابعين الاوفياء شكرا لكم بزاف، وشكرا على الجيم، وشكرا على البارطاج، وشكرا على التفاعل اللي درتوه معنا مؤخرا، شكرا على المتابعين الجدود. اخواني اخواتي دائما كتعرفوا ملي كتكون عندنا شي رحله كنبداو نحركوا لكم قناه اناجيت تي في. قناه اناجيت تي في راه غنقلح لكم فيها فيديوهات مره تحرك هي وعاود الريح باش نعاودوا، لان الريش ديال كتعرفوا نتوما دائما هاد الشهوره اليوتيوبر عارفينهم دائما كيما كيكونوا هاد الشهوره كيكون المداخل كتعاود تهود. انا ملي كتهود كنعاودوا نحركوا لكم قنوات الجوج باش كنتعاونوا بهم، ما تنساوش تفرجوا لنا فيهم. عاود الريح راه معروف كنديروا فيه المغامرات ملي كنكونوا مسافرين، كنصوروا لكم في الطبيعه وغادي كنوثقوا لكم. وانا جيت راه هي اساسيه، وعاود انا جيت تي في راه هي محطوط. متابعي الاوفياء كما كتشوفوا شكرا لكم بزاف بزاف، بارك الله فيكم والله يخطيكم. غادي نمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نصوروا لكم وتاخذوا فكره. الاشغاليه جات لينا حتى لهنايا وحبزات هنايا من هاد الطريق اللي باقا نايضه حميضه، باقي هذاك البير خصنا نعرفوا شنو المشكل ديالو، واش مولاه محفظ وحابسوا ليهم، واش هذوك الناس ما خلاوهمش يدوزوا من تما، واش شنو الفيلم ديال هاد القنش. المهم اي حاجه الا وعدنا ملف ديالها محطوط مكلاسي، نهار كبير هذا الله يسر امرك محطوط مكلاسي. هنا يا خوتي فاش كنتفرقع داك الواد الحلو من الراس من لي وهبطت لهنايا، داروا لي الاحتياطات اللازمه وهما صوبوا لي هنايا الشغل ديالو، داروا لي المسائل ديالو شوف، ومن هنايا صافي غيمشي لينا حتى للراس اللي راه ما غاديين به يشتي الواد ديالو. واد هذا واش من بعد هادو لي كومباكتاج هما باقيين هنايا الغلاضات. هذا بوسلهام هادو كومباكت شو هادي ديال الطراب الغليظ. مرحبا الله يعاونكم متابعي الاوفياء، مرحبا بكم في الطريق الجديد. هاد البوطو ديال الضو ما تشوفوا نشوفوا الفيلم ديالو دابا شحال من فيلم غادي تتبعوا معنا، تتبعوا معنا الفيلم ديال هاد البوطو. فهمتي انا علاش ما دوزوش من التحت، حافرين حافرين مريقلين مريقلين دوزو من التحت وطلعوا للفوق فهمتوني، شوفوا عاوتاني الفيلم ديال هاد الخيوطه كيفاش غيخليهم. هاد الخيوطه راه الاغلبيه ديالهم كلهم دوزو من التحت تحت الارض، الا جاو عاوتاني يدوزو من التحت الارض يجيو يديهم ليهم في الشماك. راه مصيبه، ترى مصيبه كحله راه مصيبه، عرفتي ديك والله مصيبة، هذيك هي المصيبة الكحلة هي. شوف شنو كيديروا، كيضربوا درسة
ويكو على درسه ويضربوا درسه ويكو على درسه ويضربوا وما غادين ومن بعد عاود كيرجعوا لاخر ويسودوا غادي فوسي كبير هذا راه ماشي صغير. جي من اللي دار واحد الخدمه بشكال غادي نوريه لكم شتي دابا صافي دابا هنايا سالوا جيبي دابا تجيبي بغا يبقى واحد المده واحد المده تيشوفونا ما سيدي عليك وشنو من هنايا وغيجي المختبر وغادي يدي العينات ديالو حتى هو هنايا هاد البلاصه من هنايا كانوا رفيزاو ليهم تشوفنا لا باقيين تعقلوا حيدوها عاود بدلوها عاود داروا لهم مسائل ديالهم باقي عندنا شي حجر لي نوريكم الخدمه ديالو كيفاش دايره وغنوريكم بزاف ديال الحوايج. متابعي الاوفياء دائما كتعرفوا في البريفي كنشارك معكم المشاكل وكنبقاو وكنضحكوا وكنجمعوا ودابا ما نبقاوش نخليو داكشي في البريفي نبداو نخرجوه باش الناس كاع اللي كاين يعرفوا شنو كاين. مؤخرا اخواني اخواتي اللي عندي مشكل كبير من الجهه في سالات جي تي ار حتى لشارع بن الهيثم كل مره موقفاني كل مره خرج لي واحد المره كاينه بالموتور انا بوليسي ما تعرفوا سيفين ما تعرفوا واش مسائل كيكونوا شويه براكيك مول الطوموبيل انا بوليسي شويه انا شويه خرج لك بوليسي برازو يبقى عنده لا صفاره لا والو بدا يوقف فيك شويه فهمت والو ما فهمت والو انا راه الوريقات ديالي شارع بن الهيثم راني حاطهم في الاداره العامه راه كاينين تما المسائل ديالي حاط الوريقات ديالي عند القيد تما كاين القيد الاول والقيد الثاني والقيد الثالث والقيد ديال دار السكه والقيده ديال دار السكه عندك القيده ديال دار السكه والقيد في الرومب حيت كانوا غيكونوا لي تريمي تما كاينه وهذوك لي تريمي ما بقاوش تبقاو ياك سمعتوني وحطيت انا لي بابي ديالي باش غنبدا الخدمه تما كاينه باش ما نلقاش هذا المشكل. الاخوان الله يجازيكم بخير خليونا نخدموا ترونكي الله يرحم والدين راه حنا ناس ترونكي راه حنا عائله ديربي راه ديربي دي او ار بي اي راه حنا مقيدين في الكتاب الشريف وعندنا رقم في الديوان الملكي 4106 على 594 4106 594 مشاجلين اخوتي راه حنا خليونا نخدموا ترونكي الله يرحم والدي خليونا نخدموا ترونكي. هذه اخر مره غادي نبلغ هذه الرساله اخواني انتم شتو شنو دايروا انتم الخدمه كيفاش دايره جات من هنايا وجاو لا ما تبانوش وليداتي يخرجوا عليا في اليوتيوب ويوقفوا لي لاشين من هنا حيت ممنوع تصور الدراري الصغار شو من هنا وعندك هذيك الجهه الحجر دوزوا من هنا دوزوا من هنا حيدي حيدي يا بنتي الله يرضي عليك سيري حيدي لا لا ما غاديش نصوركم حيت هادشي ديال الدراري الصغار الا صورتيه ممنوع ممنوع هو والدم والقتيله وهادشي راه كاين فيه وكما كتشوفوا يا طيبون الرائعون حيت دابا كنا درنا واحد التعبئه جماهيريه فعلى حسب باش نشعلوا الاضواء على الانفاق بثلاثه وفعلا كانت سلطنا على الاضواء مزيان صافي كانوا غينطلقوا والناس كانت متحمسه باش تتابع هذاك البرنامج ديال ثلاث الانفاق وجات غضبه ملكيه ومن بعد صافي تحبس داك الشيء كامل بالضبط شنو كاين ما عرفناش حنا شنو كاين واللي قال لك شي حاجه راه غير كيكذب عليك وزاره التجهيز اللي غتقدر دير البلاغ ولا الناس ديال الداخليه بالضبط شنو كاين حتى واحد ما عارف مثلا ندير لكم واحد الفيديو غادي نشرح لكم مزيان اشنو كاين بالضبط واشنو كاين قريب راه هو غتسناو غير الفيفيغ لا عطاونا الفيفيغ راه غادي نشرو ما عطاوناش الفيفيغ راه هو كاين كلاسيك يتسنى غير يمتى تنشر غتلقاو في انرجي تي في هانت هاد البلاصة الفيديو راه محطوط بلي بلون بلي مسائل تما كاينة لي بلون كملو ولقاو الرملة في تحت الأرض
والمهم داكشي كلشي عندنا بالدليل وبالحجه ديال اللي باقي خصنا غير الفيفير. مازال ما خديناش اخويا خوتي الضوء الاخضر، ناخذ الضوء الاخضر ونحط لكم الفيديو. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، تلقاو في انا جي تي في. خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.